أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص حبي يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام. أيضا اللي ما يقدر يتصل عندنا رقم مخصص إلى برنامج الواتساب ظهر حاليا أسفل الشاشة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف من وين إجتنا ومن منه. وأعتذر من السادة المشاهدين، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل على أي اتصال، هواية دا يتصلون على هذا الرقم لكن لا أستطيع استقبال أي اتصال عن طريق برنامج الواتساب. الفيديو اللي شفتوه في بداية الحلقة اليوم صباحا في ساحة التحرير، المتظاهرين والثوار اللي موجودين بساحة التحرير رافعين صور الناشطين والمخطوفين الموجود من المواطنين اللي عد الميليشيات وعد القوات الأمنية، وده يطالبون بإطلاق سراحهم. ثورة تشرين ما زالت مستمرة، التظاهرات اليوم ما زالت مستمرة على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعد. وصعد المتظاهرين اليوم ببغداد والمحافظات من حراكهم وقاموا بقطع العديد من الطرق وأغلقوا دوائر حكومية وواصلوا الطلبة إضرابهم عن الدوام تضامنا مع الثورة. هذا كله يجي بوقت العملية السياسية تعيش به بحالة من الإرباك، ذلك لأنه عجزت الكتل عن اختيار رئيس للحكومة بدل عادل عبد المهدي، بوقت يرفض به المتظاهرين أي مرشح تقدم هاي الكتل أو تقدم الأحزاب لتسنم منصب رئاسة الوزراء بعد عادل عبد المهدي من خارج ساحات التحرير. أيضا القوات الحكومية اليوم استمرت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بساحة الوثبة في بغداد، ورغم عمليات القمع الوحشي اللي وصفتها منظمات دولية حقوقية بعدهم المتظاهرين يتوافدون إلى الساحات خصوصا ساحة البصرة تضامنا مع الثورة ومطالبها المشروعة، ورددوا هتافات تندد بفساد سلطة الأحزاب ومحاولات إعادة تدوير مرشحيها لنيل مناصب حكومية جديدة. والمتظاهرين اليوم قلنا صعدوا من طرقهم، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى حقول نفط الرميلة الشمالية وأرطاوي وبئر 22 غربي البصرة، وتزايدت أعداد المتظاهرين أمام بوابة بئر 22 وبوابة أرطاوي المتجهة إلى الحقول، وقاموا بنصب الخيام، يعني نصبوا خيام هناك مؤكدين الاستمرار بالاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، أولها إسقاط النظام. أول اتصال ويانا بالبرنامج من العاصمة بغداد سمر. سمر من بغداد، حياك الله. عين حياك الله أستاذ أسل، شلونك؟ هلا بيك. عيني بالمهلي، شو اخباركم؟ قناه الرافدين والحقيقة اللي ده تقدموه لنا يعني شيء كلش رائع، انتم اول قناه هاي الامور اللي تصير بالثوره بكل تفاصيلها. من عندكم؟ هذا واجبنا اخت سمر، واجبنا تجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا. تفضلي. ام ازهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حيك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك وبياك اختي. والف خس على هذول اللي قاعد يدخبوا لهم من حزب الدعوة وغير حزب الدعوة والحكيم، وبعدهم يتحكمون عبالهم هم بعدهم اقوياء وبعدهم يردون يسيطرون على هذول هؤلاء الشباب الحلوة اللي متظاهرين اللي فنوا راحوا ضحايا شهداء كوما. نعم. والمتظاهرين اللي انطف عمرهم وبردهم، وكل المحافظات هي تظهر المظاهرات والقوة تزداد ان شاء الله، الله يقويهم. بس انا اقول يطلع فد واحد من العسكري من الجيش، نقول من الجيش أي. ولو الجيش السابق سبحان الله اللي غير، الجيش السابق اللي كان هو العضله الى المعضله الى البلد، هو اللي يقود البلد وهو يحمي البلد، لكن هسه بالعكس، هسه هذا الجيش كله مشيلات وكله قتله وكله سفله.
يطلع يقول احنا ما نقتل المتظاهرين، المتظاهرين اكو مندسين بيناتهم، وواحد دا يقتل الاخ ودا يخربون المتظاهرين، ويبدي يخربط هما، يظهر انه هما شويه دماغهم مختل شويه، ما قاموا يعرفون شلون يصرفون. انا اقول لهم لو بس ينظرون الى السجون، السجن اللي خلاه المالكي السري اللي هو جوا القاع، نعم، بس يروح يشوف ايش قد خال شباب اللي كانوا من السنه واللي كانوا يؤيدون النظام السابق، والكل سني، وكل من كان صفق لصدام هو حبسه من عمر صغير الى كبير، مليان السجون، وخاصه حتى السجون العلنيه موجوده، يو بس يلتفتون الى السجون ويطلعون هذول السجناء الموجودين، والله لا تقوم القيامه، هذول يومين مثل الحشاق مثل الفيران يبقون، ما يبقون دقيقه واحده، ما يبقون دقيقه واحده. وان شاء الله النصر لنا دائما، وان شاء الله احنا المنتصرين، لان كل الدول العالم قامت تحكي عليهم، وكل الدول العالم قامت بس تحكي، بس المفروض الساند مو بس تحكي، احنا ساندنا العالم كلها، وقد يعني قبل 2003 ساندنا العراق، ساند كل الناس المحتاجه، كل البلدان محتاجه، لكن مع الاسف الشديد هسه البلدان العربيه والخليجيه والعالميه كلها متفرجه علينا بس مقالاتهم، وهذا ما ينفع المقالات، احنا نريد فعل، مو حكي، رد فعل. وانا اشكرك. نعم، شكرا شكرا لك ام ازهار. ابو زهراء من العماره، حياك الله يا ابو زهراء. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. تحيه الى قناتكم الكريمه. حياك الله وبياك. بارك الله فيك، الله يسلمك. احنا مسالتنا واضحه، نعم، كلش واضحه، مثل عين الشمس، مرشح تسمح لي خالي من السياسة، هي بيئة ملك، مطلب واضح من بداية الأمر إلى يومنا هذا. نعم، يقدمون مرشحين يقدمونهم يشتغلون بالسياسة، رؤساء كتل وأعضاء برلمان كانوا، وشغلتهم تعبانة، أفهم ما يعرفون الشعب شو يريد، شوية خليهم نفسهم ويعرفون مطالب شعبهم. نعم. زين، رحمة على والديك، هذا البلد اللي قدم شهداء، بلد قدم جرحى 20 700 شهيد، ما ادري ايش قد، ناس قاعده بالشارع وفي المطر وفي البريد، يعني هذا كلها ما ينظرون، شنو اللي يردونه بالضبط؟ شنو اللي يردونه بالضبط؟ وين يردون يوصلون؟ نعم. زين، ما يخالف. احنا نعرفهم ونعرف فضحهم ونعرف، عندنا ناس تسمعني قاعد تشتغل حمايات وتشتغل تسمعني وياهم، عندنا ناس بالجيش وعندنا تسمعني، ترى هاي مخازي، والله مخازي، والله عيب، والله عيب. يعني من حكومه تشوف شعبها بالشارع قاعد وما يريدها، غير يسوون له فرصه حتى هاي 16 سنه انت ماش محسوب، 16 سنه انت متاكلون في خيرات العراق، حطوا مجال كافي كافي يا اخي، كافي والله جارك، يعني فوق ولدنا راحوا، فوق شباب اللي مات واللي انجرح، والله ملينا، بالله العظيم ملينا. زين ابو زهراء، سؤال، انت تقول شو وقت يهتمون بالشعب ومطالب الشعب؟ واحده من مطالب الشعب انه تتغير العمليه السياسيه وتطلع الاحزاب من العمليه السياسيه، وشكو شيء صار بعد 2003 وبعد الاحتلال والفساد وكلها يخلصون من عندها، وتجي حكومه بادئ الامر انه
حكومة تصريف أعمال، حكومة إنقاذ وطني، شلون ما سموها سموها، لكن أنه يكون من خارج العملية السياسية وعمره ما تسنى مناصب، هذا واحد من شروطهم. وتجينا الميليشيات أو تجينا الأحزاب وترشح لنا مثلا محمد الشياع السوداني، أنتوا يعني شو تفسرون هذا الأمر؟ إحنا هذا الفترة تدري شو الفترة؟ نقول إنه مصلحتهم الخاصة ما جاي يسيفونها. مصالحهم الخاصة جاي يجيبون مرشح يخدمهم حتى يبقون بمحافظ ويبقون بوضعهم اللي هم كانوا ونفس الحالة. زين، قد عددهم مثلا 10 ملايين، العراق 34 مليون. خلي يجيبون هاي ال 20 مليون مثقف، ما بيها كادر مثقف، ما بيها استاذ جامعي مستقلة، ما بيها كوادر تسمعنا فيها تعبانة على أنفسها قانونية. هم ما يعرفون هذا الأمر، يعرفونه لكن ما جاي يتيهون، ما يتيهونه. شلون يتيهون محافظاتهم وشلون يتيهون؟ هو هذا الأمر اللي يخليهم يجيبون الشياع السوداني ويجيبون ويجيبون قصي السهيل ويجيبون غيره، وهذا بالمحافظة بحثهم كلبين ما شبعانين. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو زهراء من العماره. يعني ابو زهراء من العماره يقول الشعب العراقي، او يعني ملخص ما قال، انه الشعب العراقي اكيد بناس وطنيين واكيد بمثقفين واكيد بناس تشتغل لخدمه هذا البلد، لكن الاحزاب الفاسده والطغمه اللي تحكم بالعراق ما يتركون مناصبهم لانه من وراها منفعه، من وراها مالي جيوب. زين، هو ما قال مالي جيوب، يعني تفسيرها لأنه منفعتهم شنو؟ سرقة المال العام والفساد وبيع العراق إلى دول أخرى. السؤال اللي ينطرح هنا أتمنى من المتصلين يجاوبون عليه، الثورة إيش حققت؟ وإيش راح تحقق؟ أنتوا شايفين الثورة دا تمشي يوم بعد يوم، صار لها أكثر من شهرين، شنو اللي قدرت تحققه وشنو اللي لازم تسويه حتى تحقق أكثر؟ ويانا اتصال من بغداد. محمد حياك الله يا محمد. محمد ألو. ألو أخويا تفضل، تسمعني يا محمد؟ نعم أستاذ رفل، هلا بيك أخويا تفضل. الأحزاب اللي موجودة واللي جت من إيران، هاي الأحزاب زين اتفاقيه، يعني مقام هذول الاحزاب منبعها من ايران، احزاب كليه اللي اجت منبعها من ايران. زين، وهم هذول يعني ايران نسبتهم امريكا وايران، يعني من ذهب سلمتنا بيد ايران. زين، وهاي الأحزاب ما تنتهي إلا بالقوة، الأحزاب إلا بالقوة، لأن ذولا يعني هو ولبس رباط وقاب، هو خلص أمر، وهسه قام يلبس قاب ورباط، فمنهم يعني نصعب بعد يعوف هذا مثل ما خاطر ومكانته وتمكه. زين، احزاب مجرمه، احزاب دمويه، هي يعني سووا عندك يعني احنا نحكي 16 من 2003 لحدنا 16 سنه. نعم نعم. زين، طبت على الانبار وطبت على الموصل، وهاي كلها إيرانية. والله يا أستاذ جمعها جرحى راحوا يشوفون ولدهم بقرة، يقول لي جينا الطابق الأول للحج الشعبي، الطابق الثاني شهر داعش، واحد يقول توهمت شوف ابني، يعني ابني بالحشد. زين، بروح أشوفه مصطفوفه بحاشة خطرة، يقول توهمت بحاجة للطابق الثاني طلع داعش.
يعني داعش هو من إيران، داعش صنعاء إيرانية، ومن طبع المناطق اللي يضربون تكريتهم بالموصل هم يعني هذول داعش، هم تابعين في إيران، وإيران تحركهم تحركهم والقيادات تحركهم، اطلعوا هيك يا داعش، انسحبوا من هيك، اطلعوا طيب. منا انسحبوا منا، تعالوا بالموصل، تعالوا بالانبار، والا طلعت كلها مؤامره يعني. نعم نعم، شكرا 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 لك أخ محمد، وأعتذر من رداءة الصوت من المصدر، بعض الكلمات كانت ما مفهومة. عندي من وسط أبو علي، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم سيدي الكريم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أترك تحية إلى أبناء طوال تشرين وإلى أباء ثوار تشرين وإلى أمهاتهم اللي أنجبوا هذه البذرة التي ستحيي العراق إن شاء الله من جديد. نعم. ماذا حققت الثورة؟ نعم. الكريم، أكثر شيء حققت الثورة هو عودة انتماء العراقيين لعراقهم. عودة الروح الواحدة دون التفرقة بين هذا سني وشيعي، كردي وعربي، أو هذا من العشيرة الفلانية ومن العشيرة الفلانية. عندما سقط شهداء الناصرية، كم واحد سقط من عشيرة الدور أو عشيرة الغزل؟ يمكن واحد او اثنين، لكنهم فزعوا كل ابناء شهداء الناصريه. وماذا ستحقق؟ ستحقق الكريم، انا ضد احد الاخوان اللي قال هم ما يبون يستلمون عن مناصبهم لان هذه فيها يعني جني اموال ومكاسب، لا، هم الان يردون احنا مثل ما يقولون هم يردون بس يعني تاكل سلم، بس يردون يشجون لحاهم. فلذلك هم الان من يطلعون من الحكومه وين نعم هم فاسدين وقتله، وين يروحون مكان واحد السجن؟ من اللي يحميهم من هؤلاء الثوار اللي هم يسمونهم بين قوسين الطرف الثالث؟ طيب من اللي يحمي المتظاهرين؟ من ذوعين السلاح اللي هم بعض الجيش العراقي والقوات الامنيه اللي خلوهم يمهم بدون اسلحه. نعم. الطرف الثالث شنو؟ من هم الطرف الثالث؟ الطرف الثالث هم الحشد الحكومي اللي هي عباره عن قوات بدر، عصائب اهل الباطل، جماعه الجنه، كثروا والله، انا خلتهم بس اثنين قبل يعني شو كثره ما شاء الله. فهذول هم يحمونهم، يحمونهم منهم، بس الى متى؟ اكيد اكو يوم جاي، لكن هم اذا يبدون يحققون شيء راح شو يسوون؟ هم الان طبعا يتكاتلون مع رئيس تسميه رئيس الوزراء، لا، يتكاتلون على تنفيذ وتمرير قانون الانتخابات وقانون المفوضين اللي هو مفصل على احزاب. يخلون رئيس وزراء حتى يعني يوقف الرفض مالتهم، انه عفوا الرفض مال الثوار انه احنا نرفض اي رئيس وزراء. طيب. راح يدعو الى انتخابات مبكره. انتخابات مبكره من راح يفوزون؟ هم راح يرجعون نفسهم على قانون الانتخابات الجديد. فلذلك اخي الكريم الثوره هذه اذا رجعت ان شاء الله ما ترجع الا فائزه، اذا لا سمح الله رجعت مكسوره فالعراق سيكسر. العراق ما يموت لكن سيكسر، لكن العراق لن يكسر بعد اليوم ان شاء الله. نعم. شكرا 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 لك ابو علي. من امريكا عندنا عثمان، حياك الله يا عثمان. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه. تحيه لك والكادر جميعا، والرحمه والخلود الى شهداء ثوره تشرين والشفاء العاجل للجرحى جميعا. نعم. سألت سؤال حضرتك قبل قليل انه ما هي النتائج الجيده التي قدمتها الثوره، منجزات الثوره. نعم، منجزات الثوره. ومنجزات الثوره اولا توحيد الصف العراقي من جديد، ففي كل كم سنه عفوا بعد كم سنه تمضي ثلاث سنوات اربعه هذه الاحزاب يعني تضع في عقول المواطن في عقل المواطن العراقي التشتت والتفرقة، ويرجع الشعب العراقي ويعاندهم ويقول لا بالعكس نحن ثابتون وموحدون شعب واحد. النتائج الطيبة أولا بدأت من الآن بعد ما رجعت الوحدة الوطنية، كشف المقابر الجماعية في الفلوجة، مقبرة الصقلاوية، مقبرة جماعية وغيرها، المقبرة الثانية التي تم الكشف عنها، ومن غير حياء يخرجون
بعض الأحزاب ويقولون تم الكشف، وفي نفس التوقيت انظر إلى التوقيت، تم الكشف عن مقبرة جماعية للانتفاضة الشعبانية. أوكي، هذا التلاعب بعقول الناس. طبعا الحمد لله كانت يعني ردة الفعل من قبل العراقيين جدا مناسبة وبالرفض لهذا التوقيت بالكشف عن مقبرة للانتفاضة الشعبانية. طبعا النقطة الثانية أيضا أحب أوضحها، ما أريد أخذ كثير من وقتك، أنه وانتبه عليها الشارع العراقي، أنه في كل مظاهرات يتوحد بها الشعب العراقي تخرج الأخبار الحكومية هجوم داعشي على القطاعات في المنطقة الفلانية، هجوم داعشي على المنطقة الفلانية، يعني لا يوجد أي حياة، واستهانة بعقول، استخفاف بالعراقيين بشكل واضح وصريح، ولا يوجد من يردعهم سوى الشعب العراقي وفي ساحات التظاهر من خلال رفع الشعارات، يعني شعارات بالرفض بما يطلقه الأحزاب وهذه الحكومة الفاشلة. ونحن أيضا من هذا المنبر نطالب الشعب العراقي على الثبات والصبر، ذهب الكثير وبقي القليل إن شاء الله وسيتحقق. والله في جعبة الكثير من الكلام، لكن لا أعرف يعني في حال الاتصال يذهب الكثير من تفكيري، وذلك لشعوري بالآخرين المطلقين. نعم، شكرا شكرا، محبتي لك وامتناني وبالتوفيق والنصر إن شاء الله. شكرا شكرا لك أخ عثمان. أبو وقاف من لندن ويانا، حياك الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لقناتكم وتغطيتها للريال، الحقيقة بالغربة نعتمد على القناة بمواصفاتنا بأخبار الأهل في العراق. نعم. أنا بس حبيت أعقب على نقطة، أنه البعض يسأل شنو الحكومة مدى تسمع، الحكومة ليش ما تستجيب، وليش تستجيب بهالطريقة اللي ما يريدها المتظاهرين. المسألة أبعد من قضايا مادية وامتيازات، المسألة الحكومة فيها ملفات خرق لحقوق الإنسان وملفات فيها جرائم لا يعني لا تزول بالتقادم. أنا واحد من الناس اللي فقد واحد من أهلي في حملة أدتها وزارة الداخلية في منطقتنا كلها، أخذوا عدد كبير من الشبان في فجر واحد عهد طوالاً، وذاك يوم وهذا اليوم واحد يسأل الله عن أخبار، ماكو أي أخبار. كلهم على أكثر يعني قتلوهم وهم في الله يدري في مقابر جماعية من 2005 لحد الآن ما تعرف أي شيء عنها. فالحكومة فيها ملفات جرائم قتل، فالمسألة مسألة مصير، يا امتيازات مادية، المسألة بعيدة عن الامتيازات المادية. أنا أشير إلى تصريح لقيس الخزعلي قبل أسبوع طلع في قناتكم، قال لو صار شيء ترى ما يبقى راس عندنا على جسد. هذا تصريح لقيس الخزعلي نفسه، هذا اعتراف ودي، لأنه لو صار شيء علينا ترى ما نسلم كليتنا، لأنه إذا ما يتعاقب، إذا ما الجماهير تحاسبه، الملفات من القتل السرية اللي مسويها والمقابر الجماعية والسجون السرية والاعتقال لسنوات بدون سبب والتصفيات الجسدية والاغتيالات وإلى آخره. هذه كلها هي السبب اللي تخليهم ما يتنازلون، ما يقدر، مسألة مثلا حياة وموت مو مسألة امتيازات. هذا اللي أقوله. فمن التضحية نقول امتيازات باقين على الامتيازات، لا أبدا، مسألة أبعد من ذاك، مسألة جرائم ارتكبوها، جرائم ضد الإنسانية. حتى لو ما يتحسب في العراق من الجنايات الدولية ملفات عليه. هذا اللي أقول. شكرا جزيلا لك أبو وقاص. أبو محمد من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله. أبو محمد عليكم السلام، تفضل أخوي. أبو محمد. والله أستاذ، إحنا الحمد لله والشكر اللي الله سبحانه وتعالى صحة شباب العراق على هذه هذول الفاسدين اللي صار لهم الانتخابات يومي كل 4 سنين يجون حرامية جديدة هم نفسهم يروحون ويجون.
على اساس انتخابات وهم نفسهم. يعني صار انتخابات صارت وهم نفسهم يعني الناس يحبونهم ويساعدون بالتزوير وبعدين يجون نفسهم. يعني شنو صار؟ يعني يسوون فيلم على الشعب العراقي بحكم ونشوفكم شلون تكلمون شلون تتحايلون علي على العالم. يعني احنا انتخبنا قائمه عياد علاوي ولا عياد علاوي هم حرامي مثلهم. قال هو بس شنو همين اتحدوا عليه بالبرلمان قد حصلت اصوات 10 انت قد حصلت 5 انت قد حصلت 20 وهم انجمعوا الحراميه وصاروا الكتله الاكبر ورجعوا للحكم. يعني دستور فاشل دستور فاشل. تنتخب واحد اذا انتخابات صحيحه تنتخب الكتله اللي تفوز مو بعدين يتمون علي الحراميه ويطلعونها ويرجعون نفسهم. يعني الدستور فاشل ملغي. احنا نريد الدستور يلغي خلاص. هم الاحزاب هم كل من يرجع لاهله اللي كان يشتغل بالعتيق عتيق واللي كان يشتغل بالقنادر يرجع القنادر مع احتراماتي اللي نسمع واللي كان يشتغل بالتنك يرجع للتنك. يرجعون يعوفون الحكومه خلاص رجعوا بلد العراق الى يعني أسوأ بلد بالعالم. مو لان يعني هم اساسهم مو قاده مال دوله. يعني يصير واحد وزير ماليه الى وزير صحه من وزير صحه الى وزير نفط من وزير نفط الى وزير ماليه هي شنو هي شطره؟ هاي مو دوله هي. يعني احنا شنو يعني الشعب العراقي ما شافكم 15 سنه وعرفكم كذابين وعرفكم مراوغين وعرفكم حرامية وعرفكم قتلة وعرفكم مجرمين قتلتوا المناطق السنية إبادة كاملة ورجعتوا على المناطق الشيعية وتفرقون بين المجتمع ولعبتوا بالعالم طوبة. شافونا شركم شافونا شركم كل شاب صغر الشيخ العراقي يسواكم ويسوا عشائركم من ساس حراس يا أخي تعبنا ومولينا. واني ادعو المحافظات العراقيه من الشمال الى الجنوب خصوصا العربيه من عدكم يتحدون ويصيرون قلب واحد ويسحبون على رؤوسهم. واشكركم انا. شكرا شكرا لك ابو محمد. بس كنت ناوي اسالك سؤال، ليش من عدا كردستان؟ ليش ما نتحد من زاخو الى الفاو؟ ليش ما نرجع كنا ايد واحده؟ بس مع الاسف انه رحت. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه. تحيه لحضرتك ولا قناتكم الشريفه ولكل العراق. حياك الله اختي. الله يسلمك. حيا من استاذ الانتفاضه المتظاهرين وانطلاقهم واعلان اصواتهم ضد الباطل هو اعلان الحق على الحكومه الفاشله. هذا التاثير مالته. اما دوليا كل دول العالم هسه يشيدون بموقف المتظاهرين البطولي للشعب العراقي وإعادة العراق إلى حفظ الوطن العربي وإلى العالم كله. زين بالنسبة إلى الحكومة، أما الحكومة عندها يعني هي بيان فشل الحكومة في حل أي مشكلة كانت للعراقيين. هذا يعني بعدين الديون كلهم انتفضوا ضد الحق ضد المتظاهرين لانهم المنتفعين. بعدين استاذ اقول لك شيء واحد انه احنا الموقف ترى هو موقف خطير جدا بالنسبه للمتظاهرين لانه الحكومه العراقيه الايرانيه هي يعني تقوم بعمليه تنظيم يعني تنظيم يعني شلون منظم حتى تقوم بعملية إبادة المتظاهرين. هاي إحنا متوقعيها ولا سمح الله إذا صارت هاي الشغلة سمعناها إنه حسيت قصدك يعني دي عندهم خطة؟ عدوا هم خطة إلى الآن بيعدون بها خطة وحتى الدبابات الإيرانية ترى تدخل إلى العراق وبعدين إذا هي إذا أمريكا أحد يحكي بحقوق الإنسان وأمريكا أمريكا هي تتفرج علينا وهي قالت إذا الشعب تعاركوا فيما بينهم القوات الأمريكية لازم ما تتدخل لأن هم يريدون هذا الواقع الإبادي للشعب العراقي.
بعدين استاذ عندنا بالنسبه للحاله اللي نشوفها حتى امريكا او حتى الحكومه العراقيه قامت بعمليه شراء وتحضير الخيم في مناطق الموصل ومناطق الانبار والمناطق القريبه من شمال بغداد، حتى اذا صارت يعني لا سمح الله اي مشكله بالنسبه لبغداد خاصه بغداد انه حيصير عمليه تهجير مثل ما صار عمليه التهجير السنه الى خارج نطاق المحافظات. فهذا يعني بعدين موقف الدول العربيه موقفهم صح افاده، بس ما شفنا موقف عربي انه يقوم يعتبرون انه هي القضيه قضيه عربيه. يعني المفروض انه يقومون بعمليه سحب السفراء الايراني وسحب السفراء العراقي الحكومه العراقيه من كل الدول العربيه، واعلان عدم انه تأييد الحكومه لاباده المتظاهرين. وتحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. برنامج صوتكم متواصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم. هذا هو سبب ثورة الشعب، لا يردون منصب ولا يردون منفعة ولا يردون شيء، يردون بناء بلدهم من جديد. تمطر الدنيا، هاي مدرسة بالقرنة، تمطر الدنيا تغرق. هذا اللي دا يصير بالعراق من سنين، ماكو مطرة مطرت بيها بأي مكان بالعراق إذا ما غرقت، إن كانت ببغداد أو بغير مكان. عندنا اتصال ويانا من ديالى نعيم، حياك الله يا نعيم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. هلا بيك اخويا، تفضل. اخ نعيم اتمنى تغير لي مكانك لان صدقا ما دا نفتهم عليك شيء. الو أنا أعتذر منك أخ نعيم، لكن الصوت جدا ضعيف وده يقطع، والسبب أكيد يعني مو من عندنا ولا من عندك، هي رداءة الاتصالات الموجودة بالعراق. الفيديو اللي شفتوه بعد الفاصل هو مثل ما قلنا مدرسة، هاي اللي ده تشوفوه قدامكم حاليا هي مدرسة، والطلاب مع ذلك ده يروحون للمدرسة. طلاب العراق كانوا يروحون للمدرسة بهاي الصورة مثل ما أنتوا ده تشوفوها حاليا سنين، واكو صور قديمة إذا تتذكرون اللي شفل ينقل طلاب، واللي واحد رجليه بالطين وقاعد يشيل الطلاب من هالصفحة لهالصفحة بالشارع. وهذا الحال جزء من سوء الخدمات اللي أسست لها هاي الأحزاب، جزء من سرقة أموال الشعب العراقي، جزء بسيط جدا من أموال العراق اللي انهبت، لأنه خيرات العراق هواية. على الرغم من عدم استغلال خيرات العراق واستغلال شيء واحد بس اللي هو النفط، وصار عماد الميزانية العراقية لمدة 16 سنة و90% من الموازنة على النفط، وأكو خيرات كثيرة غير مستغلة، هم باقوا آلاف المليارات من الدولارات. وكان النتيجة هو هذا الحال اللي نشوفه هسه بإحدى مدارس القرنة، وأيضا غرق مدينة القرنة. أيضا إذا تذكرون تمطر الدنيا ببغداد تغرق، تمطر الدنيا بالناصريه تغرق، تمطر الدنيا وين ما كان تغرق. السبب ليش؟ لانه ما حد اشتغل،
فلوس العراق وين؟ يم السياسيين. هذا الحال اللي دا نشوفه هسه احنا بالشاشة هو سبب ثورة الشعب العراقي. يريد مي، يريد كهرباء، يريد خدمات وأنابيب صرف صحي صحيحة، يريد رواتب، يريد تعيينات، يريد دراسة زينة، يريد مدارس، يريد رحلة، يريد كل شيء. فأنت ما موفر لأي أساسيات حتى يسكت عنك. سعد من الكويت ويانا، حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذي. أولا يجب توفير عمل وعلاج للمرضى وتوفير عمل للعاطلين عن العمل، ويريدون نصف الشعب العراقي أمن وأمان، ولكن الاحتجاجات والاعتصام حرك مشاعر لمن له حق مسلوب ومهضوم يا أستاذي. نعم. الانتفاضة حركت المشاعر الشعبية يا أستاذي. نعم. وكذلك أنا أقترح على البرلمان يتبرع لكل مواطن ومواطنة عراقية بنصف مليار أو مليار واحد لبناء مستقبل العراق. تحياتي لكل البرنامج الراقي أستاذي. شكرا، شكرا جزيلا لك. بس أخ سعد، يعني تتوقع أنه كل عضو بالبرلمان يتبرع للشعب العراقي؟ هم رادوا يقللون رواتب، طلع عنا مطشر السامراء يقول أني يقللون راتبي، أني ما أقبل، شلون يصير حالي حال الشعب؟ وصفه بتوصيف ما أقدر أذكره. هم مدى ينظرون إلى الشعب أنه هو واحد منه منا وبيه، هم مدى ينظروا له بنظرة دونية، مدى يعترف بروحه هو عراقي، مدى يعترف بالشعب العراقي عراقي ما حد يعرف. لكن هو هذا البرلماني من 2005 إلى اليوم مدى يشوف الشعب العراقي بعين، فتتوقع له يعني يتبرع للشعب العراقي؟ زين صار لهم تقريبا من 2005 لليوم، احسبها شقد، ما بنوا شارع، ما بنوا مجاري مثل الأوادم، ما بنوا شيء صحيح بهالبلد هذا. نعيم من ديالى رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا نعيم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. اخويا بس اريد اسالك سؤال، يعني ليش تسوون بينا؟ والله العظيم يعني هاي العمار عدنا يعني نشتغل بيها. ها؟ نعم. يعني شغل وهاي حكومة، هاي حكومة اصلا حكومة فاحشة هاي. يعني ما يعني مخلينا مثل قبل عايشين. الو. نعم وياك اخ نعيم. الو. وياك اخ نعيم، تسمعني؟ اخويا بس يعني هاي الشهداء راحت، يعني هاي المرات مصار بي، يعني من ورا هذول الصغار بي، من ورا هذول. نعم. معك. نعم أخ نعيم، شكرا جزيلا لك. نعيم من ديالى أيضا كان الصوت فيه يعني تقطيعات بعض الشيء، لكن هو نعيم سأل سؤال يقول ليش هيك يسوون بينا. هذا السؤال أخ نعيم من عندك أخذه وأوجهه مباشرة إلى السياسيين، هم المفروض يجاوبون على هذا السؤال. إيهاب من بغداد ويانا، حياك الله يا إيهاب. وعليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل أخوي. أحب أول شيء أوجه رسالة شكر وتقدير القناة المباركة الطيبة. لا شكر يعني على واجب أخوي العزيز. الحق المباشر. نعم. اللي دائماً هي السباقة بتغطية المتظاهرين وتغطية الأحداث اللي تمر بالعراق. نعم. بصراحة يعني ال 16 سنة اللي عشناها مأساة بمأساة. نعم. 2003 من دخول المحتل إلى هذا وقتنا الحالي. ما شفنا شيء تغيير، ما شفنا إصلاحات، ما شفنا أعمار، ما شفنا كل شيء. يعني كل يوم بيمشي وديجينا بيجي أسوأ. نعم. فهذا سببها الأول هو الاحتلال، يعني الدخول الاحتلال بالأنتوتات هو هذا السبب. زين. فأنا أرجوكم أنتم يعني بقناة المباركة. نعم. إنه توصلون صوتنا، توصلون معاناة من الشعب العراقي، يعني الأمم المتحدة، زين. الجالية العراقية بأنه تتحرك خارج العراق، بأنه تحكي زين، يشوفون الأوضاع بالعراق بتصير زين، يساندون شوي مساندة زين، لأنه الشعب تعب زين، تكتيم الإعلام، تكتيم الأفواه زين،
ما يدرون بأنه يعني قاعد يصير عليهم ضغط أقوى من قابليتهم هم. نعم. فأني أتمنى من يعني المقيمين البرة دي يسمعوني ودي يشوفوني وأنتوا تفاصيلكم وياهم بأنه يشوفوني في الصورة حل. يعني يناشدون الأمم المتحدة، يناشدون الوكالات الدولية. طيب. يعني بأنه يوقفون ويا الشعب العراقي المظلوم. نعم. شكرا لك أخ إيهاب. بداية قناة الرافدين أنت ناشدتها، برنامج صوتكم اسمه صوتكم حتى نوصل أصواتكم وآراءكم للناس وحتى يسمعوكم العالم بالشرق وبالغرب وبالبلد. فهاي أول شيء إحنا واقفين وياكم وراح نستمر وياكم وهذا واجبنا اتجاهكم واتجاه بلدنا. أما المقيمين بالخارج فهم أكيد سمعوك ورسالتك وصلت لهم. مساء الخير بالنسبة إلى رسائل واتساب. عندي أول رسالة من أبو سيف الكردي من زاخو. مساء الخير على العراق العظيم وعلى قناتكم الشريفة. المجازر التي بالمناطق الغربية والموصل ليست داعش بل ميليشيات العصائب والنجباء والخراساني وبدر وسرايا السلام وحزب الشيطان وكتائب سيد الشهداء وميليشيات الهالكي باسم وأمر من المرجعية دمر والمدن السنية بحجة داعش. حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة الإيرانية. رسالة أخرى، تحية طيبة لقناة الرافدين الشجاعة ولك أيها الغالي. الشعور بالنقص والدونية ستلازمكم مدى الدهر عن أحزاب السلطة والذيول أتحدث، وبالتحديد حزب الدعوة المجرم. تحياتي آني أختكم المنتفضة مهنا شريش أم حسن من ذيقار قضاء الفهود. أتمنى أخ أفل تقرأ رسالتي واسمي الكامل. أنا أخوكم الثائر بدر ثشيل وهيب من ذيقار منطقة العمائرة. تحية طيبة لقناة الرافدين قاهرة الفاسدين، مستمرون وباقون في ساحات العز والشرف، لا تراجع عن الثورة ولا تفاوض على دماء الشهداء. تحياتي. رسالة أخرى، تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، نورت. أستاذ أفل سوف يكتب التاريخ أن جيلا صغيرا جديدا قاموا بإسقاط نظام بائد بدمائهم الزكية باكر التحرير. تفرح والضحك يترس حلقنا. تحياتي أنا أخوكم الثائرة صبية شنيار مرهج أم راهي من ذيقار. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. الحق بالسيف والعاجز يريد شهود تأمر العالم على تدمير، تأمر العالم على تدمير العراق أو تآمر، وهذا التدمير أمام المرء والمسموع وأنظار العالم، وما من مجيب لا تترجى من هاي الوجوه الكالحة والعدو. الرحمة والشهداء بالتزايد، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، والبادي أظلم. الله ناصر ثورة العراق، والسلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ. أخي أقول للجميع العراقيين لا تظلون وراء مرجع. الآن المرجع الأراضي، المرجع راضي بدماركم، فلا يصلح أن يكون مرجع لينظم الدين. كافي تتصنع باسم الدين، بري منكم. السلام عليكم، أنا أخذكم إيمان من الديوانية. السلام عليكم، تحية إلى ثوار الأبطال والرحمة والشهداء للأبرار. والله أخي إن قناتكم هي الوحيدة التي مع الثورة، والغريب أن كل القنوات الإخبارية التي تعتبر نفسها قنوات مستقلة لا تخصص في كل نشرة إلا لخمس دقائق للثورة العراقية وفي آخر النشرة والقتل والتهجير ودفن الشباب أحياء، ولا تحرك شعرة من هذه القنوات. أخوكم أحمد الرواجدة من الأردن. حياك الله. السلام عليكم، أنا فاطمة من الناصرية. أحب أقول الحكومة الفاشلة هم لو يستحون ما يظلون ساعة واحدة بالحكم، عيب عليهم. يعني واحد يقول لكم اطلعوا مريدكم تحطولنا محمد السوداني، نقول لهم اطلعوا يروحون يجمعون تواقيع من النواب الرئيس الوزراء. ما أدري هم ما يفتهمون لو يسوون روحهم هيجي. السلام عليكم بقناة الرافدين قناة الشعب. أخي الحكومة حكومة فساد، ما قدرت على المتظاهرين. هسا الميليشيات هم إيرانيين يخطفون المتظاهرين، والله ما يفيدهم حتى لو أخطفهم حتى خطفهم للأبطال بساحة التحرير ما يفيدهم. الله يرحم الشهداء. ونشكر قناة الرافدين العظيمة. أنا فاتن من ألمانيا. فائق الشيخ علي يريد يصير رئيس وزراء، هو واحد رفحاوي يستلم ملايين غير فلوس رواتب البرلمان. هزلت. أبو يوسف من الدنمارك. تحية صادقة لقناة الرافدين البطلة صوت الثورة والثائرين والأبطال. تحية لك أستاذ. العملية السياسية الفاشلة تقودها عصابات وسراق، 40 مليون عراقي رفضهم، وعصابة الغبراء اليوم يتوهمون أنهم لا يزالون بالحكم. العصابة الغبراء سقطت يوم 1/10 بداية شرارة الثورة. لن نقبل بأي رئيس وزراء من هؤلاء الخونة الذي خونة الدين والأرض والعرض. أخي قررنا إحنا المغتربين بالنزول جميعا إلى ساحة التحرير حتى إسقاط النظام وعودة العراق لأحضان شعب العراق الأصيل. حازم العبيدي
حازم عبيد الدليمي عفوا من ولاية أريزونا أمريكا. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا لأنكم أصبحتم المرآة الحقيقية لما يحدث في العراق. كانت الجزائر تسمى بلد المليون ونصف مليون شهيد، اليوم العراق انتزعها للجزائر وأصبحت بلد الملايين من الشهداء. الله يكون في عونكم. أين الجيش العقائدي الذي كان مفخرا للدول العربية؟ نتأسف ونتأسف للمؤامرات التي كانت ضد العراق من الدول الكبرى وإيران، لا أقول الدولة الإسلامية لأنها خدعتنا من وراء اسم الإسلام. الحمد لله نحن المسلمون، صفاتنا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. للأسف هم مهيج. أخوتكم الجزائرية من إسطنبول. رسالة أخرى، السلام عليكم. الثورة وحدتهم ما نجحت بتحقيق المطلب الرئيسي ألا وهو إسقاط النظام بالكامل، بس حققت أشياء ما قدرنا نحققها من زمن لحد بداية الثورة وهي إسقاط الطائفية. لا أكو بعد سني ولا شيعي، وهذا اللي خلى الثورة أكثر نجاح. حققوا هواية أشياء، منها التكاتف الأسري اللي تحسه بين الثوار، المواهب اللي كانت بداخلهم ظهروها على جدران ساحات التظاهر السلمية، والعقول الواعية. هاي كلها إنجازات نفتخر بها، وإن شاء الله يحققون أكثر وأكثر وأكثر فرح من بابل. أجاوبك، الثورة أول شيء حققت أنه ماكو تفرقة بين سني وشيعي، صابئي مسيحي. اثنين، حب الوطن، صوت الشعب، أن يكون واحد بتحقيق المطالب. لازم تصير ثورة مسلحة ويدعمها إسناد قوي، وخلي تصير حرب شوارع وين ما توصل خل توصل. عاشوا الثوار. نوار من هولندا. السلام عليكم، تحية لك ولجميع العاملين بالقناة. أرجو تحذير كل الناشطين أن لا يظهروا ويتحدثوا عن أنفسهم بالقنوات العراقية، هناك من يترقبهم من الأحزاب الفاسدة. الحذر الحذر إخواني وخواتي. أرجو السلام لأسود الرافدين الأوصلاء. النصر بيدكم قريبا إن شاء الله. لهفة من ألمانيا. رسالة أخرى، غرامة 10 ملايين مقابل رشوة 160 مقابل رشوة 160 ألف دولار، ما أعرف شنو القصد من وراء. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين الشريفة ورحمة لأرواح شهدائها منا الذين هم أكرم منا جميعا. أطالب مذيعي قناة الرافدين بارتداء الرباط مع القاط، لأن اتباع إيران لا يرتدون الرباط أيضا، ونحن لا نريد أن تكونوا مثلهم، خاصة أنتم أشرف قناة عراقية. سامي من هولندا، إن شاء الله أخوي العزيز. آخر رسالة راح أقراها، حياك الله أستاذ أفل. أبو حسين من بغداد، أستاذ أنا شفت الفيديو للمدرسة الغرقانة، لويش هي بس المدارس بس البيوت بس المستشفيات بس الشوارع اللي كلها حفر وكهرباء من المظاهرات إلى الآن إطفاء مستمر، بعدين هاي المظاهرات لوين تتحقق مطالبهم أصلا؟ دا يضحكون بعقولهم، صار كم شهر، شنو اللي تغير؟ شنو اللي سووا للمظاهرات؟ ما يخافون الله المظاهرات بالبرد بالمطر، وهم بعدهم مثل ما هم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وشكرا. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، اعتذاري الى بقيه الاخوه اللي كتبوا رسائل ما قدرت اقراها. الشكر موصول لجميع من اتصل بالبرنامج. نلتقيكم على خير بنفس الموعد ان شاء الله يوم غد بحلقه جديده من برنامج صوتكم. في امان الله.